بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. تلاميذي الأعزاء، في هذا الفيديو نحن في ضيافة كلام رب العالمين، نحن في ضيافة القرآن الكريم. إذا سنتحدث عن سورة نوح عليه السلام، الجزء الأول من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشر. إذا كما تعودنا في البداية أن نستمع بخشوع ثم نقرأ. الآن تستمعون لقراءتي، وبعد ذلك أو بعد انتهاء الفيديو تقرؤون هذا الجزء القرآني، ثم تحاولون تطبيق القاعدة التجويدية التي سنتعرف عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. آمنت بالله، صدق الله العظيم. الآن سنتعرف على القاعدة التجويدية المقررة لدينا. إذن لدينا القاعدة التجويدية المد المنفصل. سبق وأن تعرفنا على تعريف المد المنفصل. قلنا بأن المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية، ونمد حرف المد مقدار 6 حركات. إذن نمثل لهذا. إذن لديكم في بداية الصورة، أو لدينا في بداية الصورة، إنا أرسلنا. إذن هنا لدينا المد منفصل. لماذا سمي مدا منفصلا؟ لأنه يأتي في كلمتين. لدينا الكلمة الأولى إنا، ثم الكلمة الثانية أرسلنا. إنا أرسلنا. إذن قلنا هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى. هنا في آخر الكلمة الأولى لدينا حرف المد الذي هو الألف، ثم أن تأتي الهمزة في أول الكلمة الثانية. هنا في أول الكلمة الثانية أرسلنا لدينا همزة. إذن في هذه الحالة نمد هذا الحرف مقدار 6 حركات. نمد هذا الحرف مقدار 6 حركات. إذن الآن سنحاول شرح معاني الكلمات أو الكلمات والمفردات الغامضة في الجزء القرآني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. إذن هنا الله عز وجل يتحدث عن نفسه مخبرا أنه أرسل نوحا إلى قومه. أرسل نوح عليه السلام إلى قومه أن أنذر قومك. ما معنى أنذر قومك؟ بمعنى حذرهم من عذاب الله عز وجل. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، بمعنى حذرهم من عذاب الله عز وجل. قال يا قوم
إني لكم نذير مبين. هنا نوح عليه السلام يتحدث مع قومه، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إذا طلب منهم عبادة الله عز وجل وتقواه وطاعته وطاعته لكي يغفر لهم ذنوبهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى. ما معنى يؤخرهم إلى أجل مسمى؟ بمعنى يمد في أعمارهم، يمد في أعمارهم، يؤخركم إلى أجل مسمى، بمعنى يمد في أعماركم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، بمعنى أجل الله عز وجل لا يؤخر، بمعنى وقت مجيء عذاب الله عز وجل لا يصرفه أحد، لا يمكن أن يحبسه أحد، لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أجل الله ومجيء عذاب الله عز وجل. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. إذن هنا نوح عليه السلام يتحدث قائلا رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، بمعنى أنهم دعاهم إلى الإيمان بالله عز وجل في الليل والنهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. بمعنى دعوة نوح عليه السلام لقومه للإيمان بالله عز وجل لم تزدهم إلا فرارا. ما معنى فرارا؟ بمعنى تباعدا عن الإيمان وفرارا عن الإيمان. وإني هنا يتمم حديثه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، بمعنى أنه كلما دعاهم لعبادة الله عز وجل وترك عبادة الأصنام والأوثان يجعلون أصابعهم في آذانهم، يضعون أصابعهم في آذانهم. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ما معنى واستغشوا ثيابهم؟ بمعنى غطوا رؤوسهم ووجوههم بثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارا، بمعنى أصروا بمعنى تشددوا في الكفر وأعرضوا عن نوح عليه السلام. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نوح عليه السلام كان فقط يطلب منهم أن يستغفروا الله عز وجل ويؤمنوا به إنه كان غفارا، بمعنى يغفر لهم ذنوبهم جميعا، الذنوب التي مضت يغفرها لهم. يرسل السماء عليكم مدرارا. هنا نوح عليه السلام يوضح لهم نعم الله عز وجل إن استغفروه، معنى أنه طلب منهم استغفار الله عز وجل، ثم تأتيهم مباشرة نعم الله عز وجل. ما هي النعم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، بمعنى يرسل عليكم مطرا غزيرا ومتتابعا، ويمددكم بأموال وبنين، يعني يرزقكم أموال كثيرة وأبناء كثر، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، معنى يجعل لكم جنات في الدنيا والأنهار، معنى الجنات معنى البساتين والحقول الغناء، يعني كثيرة الأشجار. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا تخافون عظمة الله عز وجل؟ هنا نوح بعد أن أعرض عنه قومه يقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، معنى ما لكم لا تخافون عظمة الله عز وجل وقد خلقكم أطوارا، معنى وهو الذي خلقكم في بطون أمهاتكم عبر مراحل. كما تعلمون الإنسان خلق عبر مراحل، في البداية يكون عبارة عن سائل، ثم يتحول على نطفة، ثم علقة، ثم تتكون العظام، ثم اللحم، وهكذا إلى أن يصير على الهيئة التي يولد عليها. إذا الآن سنحاول أن نقرب بعض معاني الآيات. إذا ابتدأت سورة نوح عليه السلام بالحديث عن إرسال الله تعالى نوحا عليه السلام وتكليفه بتبليغ الدعوة وإنذار قومه. إذن الصورة ابتدأت بال
الحديث عن إرسال الله عز وجل لنوح إلى قومه وتكليفه بتبليغ الدعوة وإنذار قومه من عذاب الله عز وجل من بداية الصورة إلى قوله عز وجل إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك انتقلت الصورة للحديث عن جهاد نوح عليه السلام وصبره في تبليغ الدعوة رغم ما تلقاه من معارضة من قومه. من الآية الخامسة قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى قوله تعالى ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إذن هذه الآيات تتحدث عن جهاد نوح عليه السلام وصبره في سبيل تبليغ الدعوة. ثم من قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى نهاية هذا الجزء وقد خلقكم أطوارا. هنا تتحدث هذه الآيات عن نعم الله عز وجل التي وعد بها قوم نوح إن آمنوا بالله عز وجل. إذن باختصار شديد لكي لا أطيل عليكم، لدينا بعض الأسئلة تجيبون عليها انطلاقا من فهمكم لهذا الجزء القرآني. السؤال الأول: إلى ماذا دعا نوح عليه السلام قومه؟ ذكر في الجزء القرآني أن نوح عليه السلام دعا قومه إلى كذا وكذا، تجيبون على هذا السؤال. إذن إلى ماذا دعا نوح عليه السلام قومه؟ السؤال الثاني: كيف تصرف قوم نوح عليه السلام عندما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل؟ إذن نوح دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل، إذن كيف تصرف قومه بعد أن دعاهم إلى ذلك؟ هل وافقوه؟ هل أعرضوه؟ ثم تذكرون مظاهر الموافقة والإعراض. ثم السؤال الأخير الثالث والأخير: دعا نوح عليه السلام قومه إلى عبادة الله تعالى وطاعته، اكتب الآيات الدالة على ذلك. نوح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وطاعته، تكتبون الآيات الدالة على ذلك. في النهاية أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من هذا المرض وأن يردنا إلى حياتنا الطبيعية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.